النهارده احنا جايين نعمل مع بعض زي ما قلنا الوصفات بتاعت زمان طول رمضان. هتلاقوا كل وصفات زمان مع بكار. خلاص تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض النهارده. النهارده هنعمل البطاطس باللحمه العصافيري. الطاجن ده كانت ابله نظيره اولى كانت بتعمله في ايامها، وكان من الوصفات اللي بتبقى على السفره ساعه المدفع، كانت بتبقى ريحتها حلوه وجميله، وكل الناس الحلوه بتتلم وتقعد تعمل الاكل ده. سخنه الميه تكون مغليه ومش سخنه، مغليه كل حاجه سخنه معاكي في قلب المطبخ، بالذات في الاكل لما بتزودي او اي حاجه تعمليها بتطلع الاكل بتاعك حلو جدا وطعم ومميز. تعالي نشوف هنعمل مع بعض الطاجن ده ازاي هنعمله علشان نحطه في قلب الفرن وياخد الوقت بتاعه براحته جدا. احنا بنجيب اللحمه، سواء بقى انت عايزه تحبيها جالي بالجيلاتينه زي الموزه، عايزه تعمليها بلحمه كباب حله، نوعيه اللحمه معاكي اللي انت بتختاريها بتنفع، بس اهم حاجه ما تكونش بالعظم، تكون لحمه تقدري ان انت تقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو، اللي هي القطعه المربعه الجميله اللي بالشكل ده. خلاص تعالي نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. هنيجي دلوقتي نبتدي ونحط الحله على النار بالشكل ده. بعد لما سخنت هي دلوقتي بقت يا دوب تهيألي انا حساها هي انها سخنه. تعالي نبتدي مع بعض. هنيجي هنا ونقوم حاطين الزبده بالشكل ده كده. هتبتدي الزبده هي تجري وتسيح زي ما بيقولوا اهو. طبعا انا الزبده اللي بستخدمها ما بحطش خالص الزبده، ما بسيحهاش واعمل لها المرته والقصه دي، لانها بتبقى بيور سمنه. السمنه لما بتسيحيها على النار وتفضل تغلي لحد لما بتطلع المرته دي بتفقد كل السوائل اللي فيها وبتاخديها سمنه بيور. السمنه البيور ده ايه؟ لازم تاخدي تشعيره صغيره خالص وتخفيها بشويه من الزيت علشان الشرايين وعلشان الكوليسترول وعلشان الناس اللي عندها ضغط عالي ناخد بالنا، والسمنه المفرطه ناخد بالنا من القصه دي كلها. فانا ما بستخدم الزبده، بستخدمها اللي هي ما تسيحتش لسه، عشان كده لما بتسخن بتعمل لون الكرمله ده نتيجه ان بيبقى فيها نسبه من اللبن شويه. طيب حطينا اللحمه الزبده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هقوم انا جايه عامله كالاتي. هنزل بالبصل الاول. خلاص البصل الاول هنا هديله التشويحه السريعه دي في قلب الزبده. ليه بعمل كده؟ بعمل كده علشان خاطر الزبده تاخد البصل ياخد الطعم. نعم عفوا ماشي. المقادير دلوقتي موجوده مع حضراتكم على الشاشه. خالص بننزلها اللحمه، حطينا شويه الملح الصغيرين دول بالشكل ده اهو. هنبص نلاقي البصل اهي بدت تتكرمل سنه، تاخد اللون اللي هو دلوقتي داخل على اللون السوتيه ده، وعايزه انا ابهرها. ببهرها ببهاراتي، بهاراتي اللي هي المكونه من فلفل اسود ومن زر ورد وكركم وحبهان مطحون اهو. يبقى احنا هنا حطينا الملح وحطينا الفلفل وحطينا البهارات بالشكل ده، هنكون ما تتحرقش اهو. شايفه انا رافعاها من على النار واخداها على ايدي، ويا ريت لما نيجي نقف واحنا بنطبخ نلبس ملابس قطنيه، ما نلبسش الحاجات اللي هي قابله للاشتعال، وناخد بالنا كويس جدا. الحاجات اللي بتبقى فيها الياف صناعيه دي ناخد بالنا منها. هاخد من هنا قطعه تاني من الزبده، هنزل بيها كده اهو علشان اشوح فيها الفلفل الاخضر. هحط سنه من الفلفل الحار للي بيحبها اهو، ما بنكترش برضو عشان ده صيام ما يبقاش الاكل بتاعنا حامي بزياده اهو. نزلت هنا بالثوم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، وبعد كده هقوم واخده الكلام ده كله اهو. انا عايزه بس الزبده تاخد الطعم بتاع
الفلفل وبتاع الثوم وبتاع البهارات وبتاع البصل، كل ده بيدي طعم للأكلة مميز وجميل جدا. هاجي هنا دلوقتي وهقوم نازلة باللحمة اهو. اخر حاجة لما بحطها بحط البطاطس. البطاطس مش محتاج ان هو ياخد صدمة. تعالي بقى نشوف احنا هنعمل ايه. انا عايزة معلقة من دي، المعلقة من دي بتبقى ناشفة حلوة فبتشد معايا وبتبقى جميلة اهو. ادي اللحمة درجة الحرارة شايفة عشان عالية خلت اللحمة قفلت المسام بتاعها ومدتش خالص اي سوائل. لازم هيكون عندك المية مغلية اهو بالشكل ده. وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. هاجي هنا وهقوم نازلة بالصلصة بالشكل ده مقلبة، وهنزل بعصير الطماطم اهو، وهسيب اللحمة دي تغلي كده وتبقبق شوية اهي. طبعا المقادير دي زمان كانت بتبقى مكتوبة في قلب الكتاب بتاعها زي ما قلنا بالوقية وبالرطل اهو. المية هنا تحت كده بدت اهي تغلي، بس الحقيقة مش هستخدمها الا لما يفصل. ليه؟ علشان زي ما اتفقنا هنا بيغلي، ما ينفعش احط المية من غير ما تكون وصلت لدرجة الغليان اللي زي دي اهو. بصي هتلاقي الفقاعات مش هتبطل. ليه؟ علشان اهو مغلي على مغلي. لو حطيتي بارد هتبصي تلاقي الفقاعات دي ما بقتش موجودة. ففي حاجات لازم ناخد بالنا منها. هجيب الطاجن بتاعنا اهو، وبعد كده هقوم عاملة كالاتي. هسيب دي هنا تغلي شوية عبال لما ابتدي استف الطاجن بتاعنا. هتجيبي شوية من الخضار ده هنا تحت كده اهو، وبعد كده بقوم جاية واخدة شوية من البطاطس اهو بالشكل ده. حالا حاضر. هاجي هنا دلوقتي هقوم واخدة بالكبشة بتاعتنا دي كده لحمة، وهننزل هنا في قلب الطاجن بس ايه كويس اهو. لازم تحطي لحمة في النص برضو، ترجعي تكرري الطبقات دي. الطبقات دي بتبقى حلوة جدا اهو. هعمل هنا كده تاني شوية بطاطس وشوية بصل مع ثوم وفلفل اخضر وفلفل حار، وهقوم واخدة بقية البطاطس دي كده احطها هنا. طبعا كل لما بتكوني انت عاملة تجهيز مسبق للأكل بتاعك، سواء الخضار جاهز سواء الشوربة بتاعتك جاهزة، كل ده بيسهل عليكي في وقفة المطبخ اهو. هنيجي ناخد الكلام ده كده ونقوم نازلين بيه بالشكل ده كده اهو. وتعالي نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا وهقوم جايه واخده بقيه الفلفل والبصل والثوم. يبقى احنا كده بقينا ماشيين رق ورق زي ما بيقولوا اهو. ده الشكل بتاعها. وبعد كده هنجيب حلقات الطماطم بتاعتنا ونحطها كده بالشكل ده. الطاجن بتاعنا نروح نحطه في الفرن. الله يخليك تعيش.